وحول هذا الموضوع ينضم إلي حسين الرفاعي، ناشط جماهيري ورئيس مجلس القرى غير المعترف بها سابقا. أهلا بك سيد حسين، يعني ما هي أبرز ممارسات هذه المنظمة ضدكم؟ يعني هذه منظمة أوجدتها الحزب البيت اليهودي والمستوطنين، وتدربت على العمل ضد العرب في أولا في الضفة الغربية، ضد أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن ثم تحولت إلى النقب. ونحن نعاني من هذه المؤسسة على مدار سنوات، هي تطارد الناس في البناء وتجمع معلومات عن البناء وتبعثها المؤسسات لهدمها، عدا أن ذلك تبث يعني أمور على النقب كاذبة لمتخذي القرار في هذه الدولة. نحن يعني نتعرض من هذه المؤسسة وجميع المؤسسات في النقب هي تعمل في نفس الاتجاه. كل هذه المؤسسات من يديرها هم مستوطنين، يعني عينهم البيت اليهودي والوزير أوري أرييل عندما استلم ملف عرب النقب في الحكومة السابقة. نعم، يعني هل من مسار قانوني ضد هذه المؤسسة؟ يعني من الواضح أن هنالك ممارسات عنصرية واضحة، يعني الفيديو الذي انتشر مؤخرا وأيضا هذه الجولة، هل من مسار قانوني ضدهم؟ أعتقد نعم، هذا يعود أو يرجع إلى مؤسساتنا الحقوقية بحث هذا الفيديو من هذه المؤسسة وتقديم شكوى ضدهم. أنا لا يعني لا أعرف القانون، ولكن على المؤسسات القانونية مثل عدالة وغيرها فحص هذا الفيلم وتقديم هؤلاء الناس للمحاكمة. يعني عدا عن هذا الأمر، يعني هؤلاء الناس يقومون بتصوير بيوت الناس وهم لا يملكون الصلاحية لتصوير بيوت الناس وأمور أخرى تجاه لنا في النقب، لأنها هي في التالي جمعية ولا يحق لها ذلك. نعم، هل تواصلتم مع مؤسسات كعدالة، كالقائمة العربية، كالقائمة المشتركة لإيجاد حلول قضائية وسياسية لهذا الموضوع؟ أنا لما أتوجه، ولكن يعني كان اليوم لنا حديث مع الأخ عطية العثم رئيس المجلس الإقليمي، ويعني تشاورنا في هذا الأمر وفحصه قانونيا. هو بدوره سيتوجه إلى مؤسسة عدالة، وعن طريق مؤسسة عدالة ممكن تقديم الشكوى. طبعا أولا نحن نريد يعني بحث قانونية هذا الفيلم. نعم، يعني مؤخرا أيضا قدمت المنظمة التماس ضد إقامة مدرسة ثانوية في قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف. يعني نحن نتحدث عن انتهاك أبرز الحقوق الأساسية الحيوية، ماذا يمكن شعبيا أو كيف يمكن شعبيا مجابهة هذه الممارسات؟ الحديث يطول عن هذه المؤسسة. نحن كذلك نتوجه يعني من خلالكم إلى محامينا العرب لفحص تموين هذه المؤسسة، من أين يأتي التموين. هذه مؤسسة موجودة مقرها في الضفة الغربية، وهي أعضاءها مجموعة محاميين وناس عاديين، ولكن حسب سمعت من كثير مؤسسات أنه كل أعضاء هذه المؤسسة يسكنون في بيوت غير مرخصة. وطبعا لحد الآن، وهذا الأمر يعني منذ سنوات، وأنا أتساءل يعني أين محامينا، أين مؤسساتنا لفحص هذه الأمور ومحاربة هذه المؤسسة بنفس الطريقة التي تحاربنا.
يعني كيف يعني ممكن انت يعني انت مثلا تقترح اقامه لجنه اعلاميه، اقامه لجنه شعبيه لمجابهه هذه الممارسات؟ ممكن، ولكن لجنه حقوقيه دعينا نقول، يعني مع لجنه شعبيه ويعني البحث في قانونيه هذه المؤسسه، ويعني كذلك البحث عن كل ما قدم من هذه المؤسسه من افلام وغيره لمحاكمه هذه المؤسسه، الذهاب الى المحكمه. يعني لحد الان لم يجابه هذه المؤسسة أي مؤسسة قانونية. نحن نطلع على هذه الأمور، ولكن في عندنا قصور في هذا الجانب. نعم، سيد حسين الرفاعي ناشط جماهيري ورئيس مجلس القرى غير المعترف بها سابقا، شكرا لك. شكرا.